السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الفرقة الأولى نظم معلومات مقرر أساسيات البرمجة الهيكلية. أهلا بكم. طبعا دي المحاضرة قبل الأخيرة، وهنراجع فيها على المحتوى اللي تم شرحه خلال الفصل الدراسي، ونركز كويس جدا في ما سيتم تناوله من معلومات. كمان هذه المعلومات أو هذه المحاضرة ستتناول العديد من الأسئلة المترتبة، وسياق كل سؤال وكيفية الإجابة وعدد الأسئلة، وسيتم استكمال هذه البنود في المحاضرة القادمة بإذن المولى عز وجل. أول جزئية موجودة عندنا ونركز، وكل حاجة هنقولها هتبقى مسار أسئلة امتحانية. لازم نكون عارفين زي ما تناولنا في المحاضرات السابقة، يعني ايه تعريف برنامج، يعني ايه وحدة بناء البرنامج. ده حاجات تناولناها تفصيليا وسبقا. الجزئية التانية والأهم والمهمة جدا، انه عندك فرق بين لغات البرمجة الهاي ليفل لانجوج واللو ليفل لانجوج، دي برضه مهمة جدا جدا. تناولنا أن لغة التجميع هي اللغة الثانية بعد لغة الآلة، وهي من لغات المستوى المنخفض. أيضا الـ Object Oriented Language أو اللغات الغرضية التوجه، ثم الـ Declarative Programming أو البرمجة التصريحية. اتكلمنا تفصيليا عن برمجة الدوت نت، برمجة الدوت نت أو قلنا إنه معيار قياسي في عدة لغات برمجة، وأنه يتكون من مجموعة من العناصر التي تمثل أساس هذا المعيار. يعني العناصر الأساسية اللي ممكن تتسأل فيها الـ CLR والـ CTS والـ CLS Common Language Runtime، وده بيمثل التحكم في الأنواع والمكونات الأساسية للمكتبات والدوائر الخاصة بالدوت نت. ثم الـ Common Type System اللي هو الـ CTS، وأخيرا الـ Common Language Specification. خلي بالنا من الثلاثة دول، مهمين جدا جدا. عشان تكتب برنامج قلت لازم تحدد عناصر المشكلة وتبني الفلوت شارت أو خريطة التدفق، ثم يلي ذلك بعد بناء خريطة التدفق تبني واجهة البرنامج أو الـ GUI أو الـ Graphical User Interface، وبيمثلها هنا في الـ C Sharp الـ Windows Form Application، ثم الـ Encoding أو كتابة البرنامج، والـ Compiling أو الـ Translation أو ترجمة البرنامج، ثم الـ Executing أو التنفيذ. والست مراحل دول يليهم التوثيق أو Documentation، ما تنساهمش، دول المراحل الأساسية اللي بيمر بيهم أي برنامج، بالإضافة لتحديد الهدف من هذا البرنامج. أخطاء لغات البرمجة اتكلمنا عليها كتير جدا جدا، وبتظهر باللون الأحمر، وهي أخطاء هجائية وأخطاء أثناء التنفيذ وأخطاء منطقية. مواقع في الذاكرة تخزن فيها البيانات بشكل مؤقت، دي المتغيرات، ومثلها الثوابت، لكن الثوابت لا تتغير قيمتها، ممكن تجي لك true or false يعني صح أو خطأ، وممكن تيجي اختيار من متعدد، وممكن أجي أقول لك ما الفرق بين الثوابت والمتغيرات. مثال بسيط خالص ممكن أجيبه لك في الامتحان، أقول لك لو سمحت، لو أنا عايزاك تكتب لي برنامج للحصول على المتوسط الحسابي لثلاث أرقام، أنت بتفترض إن عندك أربعة متغيرات، هي الـ A والـ B والـ C، والدي الـ A والـ B والـ C ثلاث أرقام، والدي هو حاصل الجمع، ثم الآر المتوسط الحساب. إذن أنت بتفكر في البرنامج قبل ما تكتبه، عملية سهلة جدا جدا. طيب نيجي للجزئية الثانية، وهي مهمة جدا جدا، وهي جملة إف، من الجمل التي يستخدم في الشرط. إف كونديشن، then statement 1 2 3 else statement 4، ولازم تنتهي بإند إف، تنتهي جملة إف بي إند إف. نخلي بالنا كل الأسئلة بتتقال قدامك في أثناء المحاضرة.
لو طلبت منك برنامج لطباعة تقدير الطالب بناء على الدرجة FN greater than or equal 15 then print bus else print fail، يعني لو جايب 50 أو أعلى فهو ناجح، ولو جايب 49 فهو راسب، طبعا من أقل من 50 إلى آخر. من الجمل كمان اللي بتستخدم في الكونديشن أو الشرط جملة كيس، لو المحاضرة دي أنت ركزت فيها هتفرق معاك كتير جدا الحقيقة. select case n، بعد select case n case is less than 50، يعني الكيس بتاعتك اقل من 50 هتطبع فين، لو اقل من 65 يبقى باست، 75 يبقى جود، 85 يبقى فيري جود، الس يعني 85 86 لحد 100 اكسلنت. خلي بالك كويس جدا 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 من هذا البرنامج باستخدام سيلكت كيس لطباعة تقدير الطالب بناء على الدرجة بدءا من فيل إلى إكسلنت. طبعا عندي حاجة اسمها الحلقات التكرارية زي فور نيكست، فور ستيتمنت نيكست. لو سمحت اطبع لي الأرقام من 1 لـ20 بقيمة خطوة 2، ننتبه يبقى فور اي بتساوي 1 لـ20 برنت اي ونيكست اي، يعني أنا بحدد لك كويس جدا كل نقطة ممكن تجي لك. نيجي للأدوات اللي موجودة في التول بوكس، ودي شرحناها مرة واثنين وثلاثة ومية، زي التكست بوكس، وأهم خاصية فيها هي التكست والألاينمنت. الألاينمنت اللي هي المحاذاة والأبيرنس، المظهر والبوردر ستايل اللي هي الحدود، والباكلر لون الخلفية. دول أربعة خصائص مهمين جدا في التكست بوكس، لكن اهم منهم المالتي لاين او تعدد الاسطر. يبقى الخاصيه اللي بتعطي لي التكست بوكس تعدد الاسطر مثل برنامج وورد اسمها مالتي لاين. خلي بالنا خاصيه فونت عشان اكتب واختار نوع وحجم الخط، فور كلر اللون. طيب نيجي للليست بوكس، دي أداة بقدر من خلالها أضع مجموعة بدائل واختار إحداها. كومبو بوكس بتمتاز بوجود خانة الكتابة بما يمكن من الاختيار والإضافة في نفس التوقيت وده الشكل. كمان عندنا الكوماند بوتون أو زر، الأمر اللي بقدر من خلاله إن أنا أدي مجموعة من المهام بالضغط وان كليك. له كتير من الخصائص زي النيم والكابشن أو إضافة الاسم وإضافة العنوان. الأداة ليبل أو أداة العنوان بتسمح بعرض نص لن يتم التعديل عليه، وده الفرق بينها وبين تكست. يبقى الأداة ليبل تمكنك من إدخال أو عرض نص، لكن لن تمكن المستخدم من التعديل، لكن التكست هتديك فرصة للتعديل طبعا. ده كانت مجموعة أدوات مهمة جدا جدا. لما نيجي نقول إزاي بتبني برنامج، لازم بتاخد نيو، وبعد نيو مباشرة نيو بروجكت فايل ونيو بروجكت، وبعد بروجكت بتحدد لغة البرمجة المستخدمة، وبعد لغة البرمجة المستخدمة بتحدد كونسول أور فورم أبليكيشن. بعد تحديد لغة البرمجة والمشروع المستخدم، ينبغي تحديد النيم وتحديد اللوكيشن أو اسم البرنامج والمكان اللي هيتم تخزين المشروع فيه. يلي ذلك مجموعة من العناصر تناولناها، يعني دي الواجهة الخاصة بالكود أو المكان المخصص لكتابة الأكواد. جملة الطباعة write statement console.WriteLine، خلي بالك كويس جدا جدا من الجملة دي console.WriteLine جملة الطباعة. ولو قلت لك اكتب جملة يتم من خلالها طباعة الترحيب بطلاب الفرقة الأولى نظم، يبقى console.WriteLine الفرقة الأولى نظم معلومات. في الحالة دي
يبقى انت عارف انه لابد ان تبدا الجمله بكونسول ثم دوت رايت لاين والكلمه بنتو كوتيشن او علامتين تنصيص وتنتهي بالسيمي كولوم او الفاصله المنقوطه، واي جمله كوديه لابد ان تنتهي بالسيمي كولوم. انتبه ممكن يجي لك ترو اور فالس. بمجرد ما تنفذ البرنامج بيظهر قدامك ويلكم بريسنج كي تو كونتينيو، ولو انت هنا كاتب الفرقة الأولى نظم معلومات بديلة عن ويلكم ثم الضغط على أحد المفاتيح للاستمرار. أي سطر لابد أن ينتهي بالسيمي كولون. كلمة كونسول كلاس وتكتب باللون الأزرق لأنها كلمة محجوزة للغة، واتكلمنا كتير انه عندنا كتير من الكلمات الريزيرفد وورد، الكلمات المحجوزة للغة، وقلنا ان هذه الكلمات تظهر باللون الازرق زي void وزي text و name و string و byte والكثير من الكلمات السابق تناولها. ما ننساش طبعا الاخطاء اتكلمنا عنها في أول المحاضرة. الجملة الخاصة بالقراءة read statement، العبارة الخاصة هي console dot read line، console dot read line. يبقى البرنامج هيقرأ console dot write line please enter your name string name equal console dot read line console dot write line your name is console dot write line name. نبص كده مع بعض. أول جملة هي جملة طباعة، أدخل اسمك. الجملة الثانية هي جملة القراءة. الجملة الثالثة your name is اسمي هو، والجملة الرابعة name. نتيجة التنفيذ ممكن يجي لك البرنامج ده please enter your name ثم ادخال الاسم your name is و press enter to continue. عندك مجموعة من الـ operators relational والconditional increment وdecrement وarithmetic وassignment، اللي هي علامة greater than وless than، greater than and equal وless than and equal، أكبر من وأصغر من. ثم المعاملات الشرطية الconditional، ثم الزيادة لو بتزود بمقدار واحد أو اثنين أو ثلاثة بلس بلس ماينس ماينس، ثم الجمع والطرح والضرب والقسمة، وأخيرا الأساينمنت اللي هي يساوي نجمة زائد وسلاش أو علامة الاسم. يعني ممكن أقول لك إن علامة الزائد زائد تشير إلى الإضافة بمقدار واحد أو الزيادة بمقدار واحد، ماينس ماينس النقص أو الإنقاص بمقدار واحد، وهكذا. ده كان بالنسبة للأوبريتور أو المعاملات. لزيادة قيمة متغير ما بمعدل واحد يبقى أنت بتقول له بلس بلس، ولو بمقدار ناقص واحد يبقى ماينس ماينس. خلي بالنا من الجزئية دي. على سبيل المثال input b equal 4 يعني قيمة ال b 4، console dot write line b plus plus يبقى 5 6 7
وهكذا، يبقى كل مرة انت بتزود القيمة واحد وهكذا. اذا بلس بلس قيمة الزيادة بمقدار واحد. بيتبع مباشرة الأكواد شاشة بلون أسود أو بخلفية بلون أسود لإظهار ناتج التنفيذ. في عندي ثلاث جمل برمجية مهمة جدا، وهي زي ما اتكلمنا قبل كده بريك وكونتينيو وجودو، ودول ثلاث كلمات محجوزين للغة. والحقيقة ممكن يجي لك الفرق بين الثلاث كلمات. بريك بتخبر الكومبايلر بالخروج من اللوب أو من الدايرة، كونتينيو الاستمرار، وجوتو الانتقال أو التفرع إلى. ثانيا عندي مجموعة من الميثودز أو الطرق في السي شارب اللي بقدر بيها عند كتابة الأكواد أدي وظيفة معينة زي الجمع أو الطرح أو أي وظيفة أخرى. الأريز أو المصفوفات، عدد عناصر يتم إدخالها داخل ليست أو داخل قائمة، ولازم الأري يكون ليها نيم اسم وليها ليست قائمة، سواء كانت هذه الأري ذات بعد واحد أو ذات بعدين. مرة تانية، الأري بمعنى المصفوفات، الأري بمعنى المصفوفات. مصفوف بيتكون من مجموعة من الأعداد، هذه المصفوفة المفروض يكون لها نيم اسم وليست قائمة، نيم اسم وليست قائمة، وهذه المصفوفة قد تكون ذات بعد واحد أو قد تكون ذات بعدين. في السي شارب ممكن يتم التكرار من خلال جملة اسمها فور، ودي تم دراستها مسبقا. يعني لما أقول لك اكتب برنامج للأعداد من واحد لخمسة باستخدام وايل، برنامج سهل جدا. أول جزئية موجودة عندك انتجر كاونتر وان، يعني الكاونتر اللي موجود عندك له قيمة بتبدأ من واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده اسمه عداد. القيمة التانية نفذ طالما إن الكاونتر less than or equal five، يعني خمسة أو أربعة أو تلاتة أو اتنين أو واحد، لما يبقى ستة بيقف. ثم console dot write line counter، counter plus plus معناها زود كل مرة واحد. دي طريقة. الطريقة التانية for integer counter equal 1 counter less than or equal 5 counter plus plus ثم console dot write line counter. دول سطرين، يبقى في الحالة دي أنا بقول له اطبع لي الأعداد من واحد لخمسة فقط. الرسمة دي مهمة،
4 integer counter equal 1, counter less than or equal 5, counter plus plus. 4 ظاهرة قدامك باللون الأزرق لأنها كلمة محجوزة اللغة. integer متغير عددي صحيح. counter ده اسم المتغير اسمه العداد. 1 دي القيمة المبدئية، ثم أقل منها وبتساوي 5 دي قيمة النهاية، وكاونتر بلس بلس قيمة الزيادة. متنساش الجزئية دي مهمة. اتكلمنا مسبقا عن جملة بريك وجملة كونتينيو، واتكلمنا عن المصفوفات وقلت ان المصفوفة ممكن تكون ذات بعد واحد وثنائية او ثلاثية الابعاد. خلي بالنا كويس قوي قوي من هذه الجزئية. كمان قلنا ان جملة بريك تستخدم للخروج من دو وايل او فور او سويتش بناء على condition، fixed condition، شرط معين. الواجهة أو المكونات الأساسية لسي شارب فورم أبليكيشن، وتناولناها في الكثير من المحاضرات، والحقيقة أنها مسار نقاط امتحانية، هي الفورم والتول بوكس والبروبرتيز والكود. خلي بالنا كويس قوي قوي من هذه المكونات. بول وبايت واس بايت وكاركتر وديسيمال ودبل وفلوت وانتجر ويونت ولونج وألونج وأوبجكت وشورت وعن شورت وستين. من هم دول؟ دول مجموعة من المتغيرات. بول أو بولين ده متغير منطقي بيتضمن الإجابة بتاعته بيس أور نو. بايت متفرع منه الاوبجكت ديسيمال ودبل وفلوت وانتجر ولونج، وكذلك اس بايت كاركتر ديسيمال ودبل وفلوت. دبل القيمة مضاعفة، وفلوت بيتضمن الاعداد العشرية فقط، نركز مع بعض. وانتجر بيتضمن الارقام الصحيحة التي لا تتضمن العلامة عشرة. عندنا أنواع من الأرقام اللي لا تتضمن العلامة العشرية، ودي ظاهرة زي يونت وانتجر وانشورت وشورت. نخلي بالنا اللي هي غير كسرية، يعني لا تتضمن كسر. النوع الثاني اللي بيتضمن علامة عشرية زي دبل وفلوت، يعني ممكن أقول لك مين بيتضمن العلامة العشرية؟ بيتضمن العلامة العشرية يبقى دبل وفلوت. لا يتضمن العلامة العشرية انتجر على سبيل المثال. فيما يخص بيئة تصميم نيو بروجكت سي شارب، ثم اختيار ويندوز فورم ابلكيشن او كونسول ابلكيشن، لما بتيجي تصمم اي برنامج او بتشتغل مباشره في مرحله التصميم. سي شارب
وزي ما قلنا ادخال النيم واللوكيشن، وده سبق تناوله. طبعا يلي ذلك اضافة الادوات للنموذج، شرحنا دي في المحاضرة السابقة. عندك مجموعة من النوافذ او الويندوز، النافذة الرئيسية ونافذة الفورم والبروبرتز والكود. ما تنساش ابدا انك عندك مجموعة من الادوات، الادوات دي مسار نقاط امتحانية، البوينتر ده مؤشر، باتون زر الامر، الشيك بوكس اداة اختبار، ثم التكست نص، والليست بوكس والكومبو بوكس لاضافة ليستس او القوائم، ليبل وإيميج إضافة الصور والعناوين. ده شكل نافذة الفورم، بنقول عليها النافذة الرئيسية اللي بتتضمن واجهة البرنامج ويضاف إليها الأدوات ولا يمكن الاستغناء عنه. أما نافذة البروبرتيز أو الخصائص فممكن الوصول ليها بالضغط على F4، ومن خلالها أنت بتعمل adjustment أو ضبط لكل الأدوات التي يضاف إلى النموذج. بالنسبة للمتغيرات النصية بتتكون من حروف وأرقام، ده ممكن يجي لك سؤال، المتغيرات النصية بتتكون من حروف وأرقام. طيب إزاي تعلن عن متغير نصي؟ string str variable equal internet أو information system أو whatever. خلي بالنا الإعلان عن متغير نصي، أو إنه يجيلك الستيتمنت دي، ما هو نوع المتغير؟ نوع المتغير هنا string أو نصي. بديك مثال ازاي تصمم شاشة النموذج الحالي، تبص لها كده. لو طلب منك في الامتحان انك تصمم نافذة زي دي، فانت بتضيف فورم اسمه فورم 1، وبتضيف تكست فاضي وجنبه ليبل او زر امر تكتب فيه الاسم، ثم زر اخر اظهار محتويات صندوق النص. يا ترى انا هعمل ده ازاي؟ هعمله ببساطة خالص من خلال مجموعة من الأدوات. إيه هي؟ ليبل، وبعدل التكست والفونت، وباتون زر أمر، ثم تكست، وبقوم بعملية الأجستمنت أو الضبط الخاصة بهذه الأدوات. يلي ذلك نافذة الكود، ودي النافذة الوحيدة التي تميز البروجرامينج أو البرمجة. يبقى ما هي النافذة التي يكتب بها الكود؟ هي نافذة الكود. كيف يمكن الوصول إليها؟ بـ F7. F7 من لوحة المفاتيح. طيب نافذة البروبرتيز بـ F4. F4 يعني F4. دي كلها أمثلة موجودة عندك. قلنا قبل كده إن المتغير فلوت ودبل بيتضمن العلامة العشرية انتجر فلوت دبل، لكن انتجر لا يتضمن الكسر، عدد صحيح فقط. ده بالنسبة للفصل الرابع اللي هو خاص بالتصميم. بالنسبة لتصميم برنامج الآلة الحاسبة، لو ده فور اكزامبل لو انت بتطبقه، ده شكل الآلة الحاسبة في نافذة فورم عادية جدا، ومجموعة من البطن من 0 لحد 9، ثم علامة الزائد والناقص ويساوي
وعلامة القسمة وكلير، ده تصميم لآلة حاسبة. طب لو أنا هصمم هذا التصميم وأبدأ أكتب الأكواد، موجود عندك من صاد 89. عندك مجموعة تانية من البرامج، مجموعة كبيرة، كل برنامج مشروح بشكل تفصيلي، بحيث إنك أنت تقدر تتابع هذه البرامج أو تقرأها أو تقوم بعملية التنفيذ. تكلمنا طبعا عن الإيفنتس أو الأحداث في لغة البرمجة، وقلت إنه الحدث ده يؤثر في تنفيذ البرنامج، أو الأداة تستجيب إلى حدث. ممكن كل أداة تستجيب إلى عدة أحداث، وأهم هذه الأحداث هي كليك أور دبل كليك. كليك معنى ضغط، ودبل كليك معناها النقر المزدوج. طب اديني مجموعة من الإيفنتس ونركز كويس جدا جدا مع بعض. صاد 109، كي داون، كي بريس، كي اب، لي اوت وليف، و ماوس موف، وماوس دبل كليك، وماوس كليك. مالهم دور؟ دي مجموعة من الأحداث، كل حدث بيؤدي وظيفة محددة. وليف، حدث ليف. ويمكن أن تتضمن الأداة أكثر من حدث، وبناء عليه عندما تستجيب كل أداة لحدث ما، يبقى كل أداة ممكن تؤدي أكثر من وظيفة. كمان عندك أحداث أخرى، ماوس داون، ماوس ليف، ماوس اب، وموف، وبينت. انتبه كويس قوي قوي للاحداث دي، مهمه جدا. امثله الاحداث هتبقى عارف هذه النماذج. وده موجود عندك في الفصل الخامس، مشروح بالتفصيل. ثم الـ Object Oriented Programming أو البرمجة الموجهة نحو الهدف. طبعا واحنا بنتكلم عن دي واتكلمنا عنها في محاضرة سابقة، بنتكلم عن Encapsulation والـ Abstraction والـ Inheritance والـ Polymorphism، يعني زي ما بنقول كده الشروط الأساسية اللي لازم تتوفر في لغة البرمجة عشان تبقى OOP أو Object Oriented Programming. الكابسيوليشن تجميع الأشياء ووضعها في مكان ما، بمعنى الكبسلة أو الكبسولة. طبعا شرحنا الأبستراكشن والكابسيوليشن في المحاضرات السابقة، لكن لازم تبقى عارف أن هذه الأجزاء في قمة الأهمية بالنسبة للغة البرمجة. دي مجموعة الشروط اللي موجودة، وقلنا إن كل كائن child بيتبع الكائن البيرنت في الصفات بتاعته. ثم برمجة تطبيقات ويندوز أو ويندوز أبليكيشن بروجرامينج، زي ما سبق الشرح هنا في الفصل ده بيشرح لك الأدوات تفصيليا، زي بوتون، زر الأمر، شرح تفصيلي ده موجود عندك صد 143، تكست مهم أوي لإدخال النصوص، ما هي الأداة التي تستخدم لإدخال النصوص. ثم ريتش تكست بوكس، أداة إدخال النصوص المتعدد،
تشيك بوكس الاختيار من متعدد. لما اجي اقول لك الاداه دي بتستخدم في ايه تبقى فاهم. راديو بوتون او الاداه التي تقدم تعدد الاختيارات ليست بوكس. وطبعا على كل أداة فيه مجموعة من البرامج كومبو بوكس والتري ليست فيو المنيو. والمنيو شرح تفصيليا في احد المحاضرات. انتبه كويس اوي اوي للقائمه وفي مجموعه من الاوامر اللي بتتم عليها زي كات وكوبي وبيست وكروب وديليت وروتيت. وده مثال للقوائم. في مجموعة من التطبيقات البرمجية مهمة جدا. على سبيل المثال برنامج عرض رسالة ترحيب. هي دي ممكن اجي اقول لك اكتب رسالة ترحب بالمستخدم الجديد. Consul Detroit Lion welcome with the first student او first year او whatever. برنامج عبارة عن رسالة ترحيب بالمستخدم الجديد أو الفرع الجديدة أو غيره. كمان عندك برامج الجمع لمجموعة أعداد، برنامج الشفرات، المصفوفات، وحساب عدد الأحرف، وطباعة أكبر عدد، أصغر عدد، 10 أعداد، وهكذا. كله موجود عندك مجموعة من البرامج المتسلسلة في الفصل الأخير. بكده بنكون بفضل المولى عز وجل انتهينا من المادة العلمية، والعناوين الرئيسية وإزاي تجيلك في الامتحان تم إيضاحه في هذه المحاضرة. إن شاء المولى عز وجل المحاضرة القادمة اللي هي الأخيرة هنعرض فيها نماذج للأسئلة، وبتمنى ليكم جميعا التوفيق. وزي ما بقول لك لو خدت بالك من المحاضرة هتفرق معاك كتير جدا جدا. اسمعها في المرة الأولى، بعد كده ابدأ لخص واكتب كل كلمة موجودة وتابع مع الكتاب. وإن شاء المولى عز وجل الامتحان هيكون مناسب لجميع الطلاب. بتمنى ليكم جميعا التوفيق وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.